الجيش الموالي للشرعية والمسنود بالمقاومة الشعبية بتعز تقدما جديدا في جبهات القتال، حيث سيطر على شارع 50 وعدد من النقاط والمواقع الهامة بشارع 60، وقطع الإمدادات أمام ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين، وقتل 13 مسلحا من ميليشيا صالح والحوثي وجرح 95 آخرون في مختلف الجبهات، فيما استشهد 2 من أبطال المقاومة الشعبية في مواجهات عنيفة بجبهات القتال بتعز. وكانت ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين قد خرقت الهدنة منذ ساعاتها الأولى، حيث قصفت الأحياء السكنية بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وجرح 54 آخرين. وكان الجيش الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية في وقت سابق قد سيطر للمرة الثانية على حدائق الصالحة، وسيطر أيضا على نقطة الضباب المدخل الغربي للمدينة، وتقدم باتجاه السجن المركزي. قتل 13 مسلحا من ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين في مواجهات متفرقة في عدد من جبهات القتال بمحافظة مأرب بعد خرقهم للهدنة في ساعاتها الأولى. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن 6 من مسلحي الميليشيات قتلوا على الأقل خلال المواجهات بعد تصدي المقاومة لهجوم عنيف من قبل الحوثيين في جبهة الجدعان، كما قتل 7 آخرون في جبهة المخدرة شمال غرب المحافظة أثناء محاولة الحوثيين التسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية. كشف رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز الدكتور عبد الكريم شمسان عن ارتفاع عدد ضحايا قصف ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين بالمدينة إلى 384 شهيدا و 4865 جريحا من المدنيين. وأضاف شمسان في حوار اليمن شباب إن 8 مستشفيات خاصة وعامة تضررت، و3 مواقع أثرية، و21 مسجدا، و675 منزلا، و554 محلا تجاريا تضررت جزئيا وكليا بسبب العدوان الحوثي على تعز. وأشار رئيس ائتلاف إغاثة تعز إلى نزوح 64,000 أسرة من مدينة تعز إلى أريافها، فيما استقبلت 14,800 أسرة نزحت من محافظات عدن ولحج ومحافظات أخرى، و18,500 أسرة من المهمشين. وأكد شمسان أن تعز لم تصلها أي معونات إغاثية دولية خلال الفترة السابقة سوى المساهمات للهلال القطري الأخيرة بسلات غذائية والعمل على إعادة تشغيل 4 مستشفيات. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أحمد شادول إن الوضع الإنساني والصحي في اليمن آخذ في التدهور، وأضاف أنه في بعض المحافظات مثل عدن لم يعد بمقدور الكثير من الناس الحصول مباشرة على الطعام والوقود والرعاية الطبية ومياه الشرب النظيفة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن تكثيف نشاطها في اليمن، وستركز جهودها على توزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في المواقع الأكثر احتياجا في محافظات صنعاء وعدن والضالع ولحج وحجة والمكلا ومأرب وصعدة وتعز. شيعت رئاسة أركان الجيش اليمني وقيادة الجيش الموالي للشرعية في منطقة العبر بمحافظة حضرموت عددا من شهداء الجيش اليمني الذين سقطوا في غارات لمقاتلات التحالف، واستشهد نحو 23 جنديا يمنيا وأصيب آخرون من قوات اللواء 23 و21 ميكا في منطقة العبر في 3 غارات لمقاتلات التحالف التي استهدفت قيادة المعسكر والكتيبة الثالثة ومقر التسليح. وطالبت أسر الجنود الذين قضوا في الحادث بفتح تحقيق حول ما حدث بالإضافة إلى رعاية أسر وأهالي الجنود.